اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا يا شباب. بس ايه ده يا ابو طارق؟ ده انت عامل وليمه، مين هياكل كل الاكل ده؟ هذه شغله بسيطه يا ناجي بيك. تفضلوا تفضلوا، صحه وهنا. اسمعوا هذه النكته. اثنين غزازوه، واحد بيقول للثاني ايش اسمك؟ قال له عيد. قال له ايش اسمك؟ قال له عيد. قال له اسمك ايش؟ قال له عيد. ناولني الباميه التهمي من عندك والنبي. طب وهذه واحده ثانيه؟ اديني طبق البلح ده بسرعه. هات. ايه بتعملوا ايه بقى؟ خف يا تهام، ارحم يا عبد الجليل، ارحم. خد خد يا ريح شوية. الله الله عليك يا ناجي بيك. هتفضحونا. ليش ما عم تاكل يا حسام؟ لا ابدا مفيش، بس اصلي افتكرت ابويا. كل حسام، كل حبيب. حاضر يا باشا. مالك يا حسام يا ابني؟ أوقات كتير أوي بننسى وبنحاول نعمل نفسنا إن إحنا نسينا، لكن ممكن تيجي علينا لحظة بيخرج فيها كل اللي إحنا بنحاول ننساه وبنشوفه قدام عينينا. الناس اللي بتحكي عنهم يا حسام هدول هم اللي بيحبهم ربنا، والحمد لله انك من الناس اللي ربنا بيحبهم، اللي ربنا بيحبه بيكرمه وبيستجيب دعاه. انت بس ادعي ادعي وربنا حيستجيب دعاك. قول يا حسام. نفسي ارجع اشم ريحته لما كان بيشيلني على كتفه وانا عيل صغير، كان لما بيصحى من النوم يملى البيت كله بحس، وكان قبل ما يجي يصحيني يلاقيني واقف قدامه بقلده في كل حركه بيعملها، كان لما بيضحك ضحكته بتنسيني وتفرحني وتحسسني ان انا ليا ظهر وسند. دايما ببصله باعجاب، شايفه اقوى واحسن راجل في الدنيا. كنت بتمنظر قدام اصحابي بعد كل بطوله ياخدها في العاب القوى، كان وهو بيتمرن يا حاجه بيحطني على كتفه بيعمل كل تدريباته وهو شايلني، كان يبص لي وانا على كتفه ويقول لي انت بقيت اطول مني يا دي حسام، وانا على كتفه كنت بحس ان انا ممكن احط ايدي في السماء في عين الشمس، وطول ما انا على كتفه كان يقول لي انت عينيا وايدي وسيبني انا ابقى رجليك.
آخر بطولة راحها غاب فيها أوي، ولما رجع دخل عليا وهو قاعد على كرسي، جات له إصابة في العمود الفقري واتشل. أنا آسف يا محك. لا أبدا يا حبيبي، ولا يهمك، كمل. من يوميها ما بقيتش ايديه وعينيه بس، بقيت رجليه كمان، ونفسي ومنى عيني يجي اليوم اللي اشوفه واقف تاني على رجلي، وارجع تاني اقعد على كتافه وامد ايديا لفوق. من اليوم ده أبويا بقى عامل زي خير الحكومة، لا اتحاد سائل فيه ولا عاد حد فاكره. عشان كده أنا نفسي أعمل أي حاجة في الدنيا، ألم بيها فلوس كتير أوي، أعمله العملية ويرجع تاني يقف على رجله. يا بخته العبد اللي ربنا يرزقه ولد مثلك، أكيد بحبه كتير زي ما أنت بتحبه، يمكن أكتر. أنا نفسي أثبت له الحب ده بالفعل، مش بشوية دموع في عينيا. ادعي يا حسام، ادعي، وإذا ربنا أراد أكيد كل الفلوس اللي أنت عايزها هتشيلك من حيث لا تحتسب. تعرفوا يا شباب، الحجة فاطمة هذه أهم شخصية في غزة كلها. الست الطيبة الغلبانة هذه قوية جبارة، ما حدش بيرد لها كلمة. أولادها كلهم استشهدوا بالمقاومة وهي واقفة زي الجبل ما انهزت. ونفسها في الطبيخ إيه؟ افتح الهويس وقول زي ما أنت عايز. آه والله، أنت عارف أنا أجيب يا أخويا، أنا في مرة من كتر حلاوة الأكل بتاعها عضيت على لساني. آه والله. انما اقول لي يا اخ نجيب، هي الحاجه فاطمه عايشه ازاي او عايشه منين؟ يعني قصدي بتصرف منين؟ الحاجه فاطمه بتصرف على نص غزه، مصاري عندها، سلاح عندها، القيادات كلها لازم تروح عندها زي امي بالظبط. دي نسخه طب الاصل من ام الغوالي. انت عارف انا اجيب اخويا، امي دي اصلها ام الغوالي دي هناك سيده المنطقه الاولى، مفيش كبير ولا صغير لما يسمع كلمتها. ربنا يطولنا في عمرك يا ام الغوالي يا رب.